بيكم متابعينا الاعزاء على قناه توقعات 2021 وحلقه جديده من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهارده عن توقعات المتوقعه والروحانيه بترا بدر، واللي اول مره النهارده ننزل توقعاتها على قناة توقعات 2021، لكن احنا بنستضيفها على طول على قناة الأبيض تي في، لها كتير من التوقعات عن لبنان وعن الدول العربية وعن العالم، وليها قناتها الخاصة بتنزل فيها توقعاتها عن العالم وتوقعاتها الشخصية أيضا لكل الأشخاص. النهاردة هنتكلم عن توقعاتها عن لبنان للمرحلة القادمة، بس قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول، ويريد تتابعنا لحد آخر الحلقة عشان تقول لنا رأيك في توقعات المتوقعة روحانية بترا بدر، واكتب لنا في التعليقات رأيك في التوقعات دي. تتوقع بترا بدر للبنان في الفترة القادمة ان المشاكل هتزداد في لبنان، تتوقع ايضا ان الدولار هيزيد وان اسعار العقارات هتنزل. اما بالنسبة للتوقعات السياسية فبتتوقع مشاكل سياسية بين اهم الاقطاب السياسية، بين جبران باسيل ونبيه بري، وايضا ما بين سعد الحريري وبين الرئيس ميشيل عون. تتوقع ان الجيش اللبناني هيقع بفقر كبير ما لم يتم دعمه مثل كل جيوش العالم، لانه موجود على حدود اسرائيل، وبالتالي الدول العربية بتخاف تدي سلاح للجيش اللبناني ضد اسرائيل. وبتتوقع ان كل منطقة الشرق الاوسط عام 2022 بتتجه الى اعادة الاعمار، وعام 2024 و2025 الدول هتقول ان لبنان هي سويسرا الشرق. لكن ازاي هيحصل ده في المرحلة دي؟ بترا بدر بتقول ان الدولار هيفضل يطلع وينزل لحد ما يوصل لاواخر الخريف او اوائل شتاء 2022، وهيثبت الدولار على سعر معين. بتقول محدش يقدر يقرأ او يحدد سعر الدولار بالظبط، لكن هيطلع كتير وينزل كتير لحد ما يثبت ل 6000 7000 او 8000. وبتقول ان اول ما يثبت الدولار هتتضخ الاموال من الخارج، وبالتالي هيرجع ينزل الدولار اكتر وهتعلى الرواتب وكل شيء هيتعدل، وده هيبقى نفس السيناريو اللي حصل في سنة 1990. بالنسبة للشعب اللبناني بترا بدر بتقدم له نصيحة، بتقول محدش يبيع او يشتري الدولارات، يخلوها معاهم قد ما يقدروا، لكن اللي عنده فلوس كتير وعايز يستثمر فأفضل استثمار هيكون يا إما بشراء العقارات أو شراء الذهب، لأن العقارات هترجع تزيد في 2022، وكمان الذهب هيرجع يزيد لأن هيكون فيه استثمارات أوروبية. بتقول إن حتى الدول مش هتبقى تتعامل بالدولار عشان التجارة والاستثمارات والاقتصاد الخارجي، لكن هتبدأ تتعامل بقد إيه الدولة عندها ذهب. تقريبا التوقع ده مشابه لتوقع ليلى عبد اللطيف لما قالت على ان الناس يستثمروا اموالهم في الذهب، وان المرحلة القادمة هيكون الذهب هو الاساس في التعامل، وهيبقى فيه بنوك خاصة كمان للذهب. بترا بدر بتتكلم عن علاقة لبنان بإيران، بتقول انها هتكون علاقة تجارية اقتصادية فقط، لكن ليس علاقة سياسة. عام 2022 هيتجه لبنان الى تغير كبير في نظامه السياسي وايضا في تغيير الدستور، وبتقول ان نحن نتجه ان لبنان هتكون بلد مدني في لا مركزية. بتتوقع ان عدة اقطاب لبنانية سياسية هتحاول تخلي لبنان بلد فيدرالي، لكن مش هتنجح. الوضع هيكون لبنان بلد مدني وهتلغى الطائفية السياسية والطائفية بالاحوال الشخصية، وبالتالي هيكون لا مركزية، يعني ثقل الاحزاب هيكون في المنطقة بتاعتهم. بالنسبة للأحزاب اللبنانية بتتوقع بترا بدر إن الأحزاب مش بتروح لأن عندها قاعدة شعبية، لكن الأحزاب هيتغير خطابها، وفعلا بدأنا نشوف الأحزاب بيتغير خطابها، زي التيار الوطني الحر لجبران باسيل بدأ يطالب إن لبنان تكون بلد مدني، وعدة أقطاب زي نبيه بري بدأ يطالب إن لبنان تكون دايرة واحدة، كمان طالب إن يكون في مجلس شيوخ في لبنان. اما توقعاتها الخطيرة عن السيد حسن نصر الله فبتقول بترا بدر ان السيد حسن نصر الله رغم انه كان عايز يحرر القدس ويعمل عدة امور، لما حصلت الحرب بين فلسطين والعدو الاسرائيلي ما تدخلش خالص، وبالتالي احنا بدأنا نتجه الى تغيير الخطابات بما يناسب مصلحة لبنان. بالنسبة لحزب الله بتتوقع بترا بدر سنة 2022 و2023 هتنسحب حزب الله من كل المناطق العربية،
أما بالنسبة لسلاح حزب الله فحيكون في تسوية على سلاحه، يعني مش هيكون في تسليم من قبل ما يكون في تسوية. لكن في عام 2022 و2023 مش هيكون في سلاح إطلاقا مع حزب الله، ده اللي بتتوقعه بترا بدر. بتقول كمان ان الست شهور القادمة على لبنان من اخر شهر يوليو، يعني تحديدا 31 يوليو 2021، بتتوقع عدة خضات على لبنان ممكن تكون سياسية او اقتصادية. بتشوف كمان ان الجيش في لبنان هينتشر من الشمال للجنوب خلال صيفية 2021 وحتى نهاية عام 2021. ايضا بترا بدر بتتوقع ان سعد الحريري مش هيشكل الحكومة، وقالت ان الكلام ده قالته قبل كده وكانت هي الوحيدة اللي بتقول ده، وفعلا هو ما شكلش الحكومة حتى الان، وبتقول ان هيسحب المسؤولية منه وبالتالي هيتخلى عن تشكيل الحكومة وهينتدب حد اخر من اجل تشكيل الحكومة. تتوقع بترا بدر ان خلال عام 2021 الدولة اللبنانية هتبدأ تفكر جديا في تشكيل حكومة حقيقية، لان الاقطاب اللبنانية مستنية تشوف الاتفاقات اللي عمالة تحصل بين ايران والسعودية وبين ايران وامريكا وبين ايران والصين وايضا بين فرنسا والمانيا وقراراتهم في المنطقة وبالتالي بريطانيا، وايه هو قرارها في اسرائيل وفلسطين، وايضا ايه هيكون دور مصر. والاخطاب السياسية اللبنانية اللي هي مأجلة تشكيل الحكومة بتتوقع ان طاقة السيدة رايا الحسن هي طاقة رئيس وزراء، يعني بتتوقع بترا بدر ان السيدة رايا الحسن ممكن تكون هي رئيسة وزراء لبنان القادمة، وبتتوقع ان النساء اللبنانيات هيلعبوا دور كبير في السياسة الجديدة في لبنان، واللي بتقول انها هتكون عبارة عن جيش وامن عام وامن داخلي ونساء اكتر من الرجال في السياسة. بالنسبة للجيش اللبناني هيكون ليه دور مش بس عسكري ومش بس دور امني، لكن بترا بدر بتتوقع ان هيكون ليه كمان دور في السياسة في المستقبل. ايضا بتتوقع ان السيد اللواء عباس ابراهيم هيكون ليه دور جديد في عام 2022، بتتوقع ان سوف يكون بديل عن نبيه بري في سنة 2022، وممكن نبدأ من الست اشهر القادمة لحد 2022 واللي هتختلف تماما، وهنلاقي اسم اللواء عباس ابراهيم ساطع جدا، واسم السيد سمير فرنجية هيكون هو المرشح الاول للانتخابات الرئاسية وحظوظه كتيرة جدا بنسبة 99% ان هو هيكون رئيس الجمهورية القادم. اما توقعاتها بالنسبة لفيروس كورونا فبتتوقع ان نهاية كورونا للدول العربية هتبدأ بلبنان، وفي عام 2022 مش هيكون في اي اثر لكورونا في لبنان، وبتقول اننا هنتجه لوضع جديد من هنا لحد اخر يوليو في بعض الخضات على لبنان. بتقول ان الصيفية هتركز على سياسة لبنان وهنعرف لبنان رايحة لفين، اما الخريف فهنبدأ بالخطوات الاولى لمحاولة الوقوف لانها هتكون صيفية متعبة وصعبة شوية للبنانيين. اما 2022 فهتكون اعادة الاعمار في لبنان، وبتقول ان في دور فرنسي الماني اولا ودور مصري سعودي ثانيا. المصري هنشوف فيه مساعدات للجيش اللبناني، وهنشوف انتشار الجيش المصري في لبنان على الأراضي اللبنانية لسنة أو سنة ونص لمساعدة الجيش اللبناني، والسعودية هتبدأ بالاستثمار في المناطق الشاطئية في لبنان. أما الدور الفرنسي والألماني هيكون ليه دور في استثمار كبير جدا من ناحية إعادة إعمار الكهرباء والمطار والنقل واستثمار الغاز. ايضا بترا بدر بتقول ان هيحصل اعادة تغيير خريطة لبنان في 2022، وهيحصل ان لبنان هتخسر القليل من اراضيها لصالح فلسطين، لكن في المقابل هتكسب منطقة في سوريا شمالا وبعض اراضي من وادي النصرة واللاذقية. دي كانت توقعات بترا بدر المتوقعة والروحانية اللبنانية عن لبنان في المرحلة القادمة من شهر يوليو 2021 وحتى نهاية عام 2022. شكرا لكم حسن المتابعة، استنونا في فيديو توقعات جديد وتوقعات جديدة لبترا بدر عن الدول العربية وعن توقعاتها للعالم لعام 2021 و2022. دمتم في حفظ الله ورعايته.